هاجر محمد من كلية طب القصر العيني سنة تالتة من بي آر سنابل. سنابل هي أسرة بتشوف إيه اللي محتاجينه في القصر العيني في المستشفى وكده. الفكرة ابتدت لما احنا كنا بندخل المستشفيات وما كناش بنلاقي أجهزة، ده كان بيأثر على الطالب وهو بيتعلم، لأن احنا من سنة رابعة بنبتدي نخش المستشفيات وكده، وبيأثر على العيان نفسه. في بنت فكرت اسمها ياسمين صبحي إن احنا نجمع فلوس ونشتري أجهزة. اشترينا 13 جهاز ضغط معلق لمستشفى النساء. من بعد ثورة 25 يناير بقينا أسرة. الرائد بتاعنا دكتور حسين خيري نقيب الأطباء. ده يعتبر الرابع إيفنت لينا في السنة. الإيفنت ده عبارة عن مهرجان سعادة. بما إن عيد الأم قرب فبنقدم للطلبة هدايا بدل ما يشتروا كده. كان امبارح تاني يوم في الإيفنت كان في نافورة شوكولاتة، في غاز للبنات، في حلويات شرقية، جبنا لهم حصالات يلونوها وكده. اقبال الطلبة امبارح بالذات كان كويس جدا علشان النافورة، وكانت فكرة جديدة في الكلية. الطلبة بتحب ما بين السكشن والسكشن او المحاضرة والسكشن يخشوا يكتبوا استعيد ليهم، يعني في حاجة متعلقة على الستاند هناك اللي هو ابعت جواب لصديقك قول له ايه اللي بيفرحك وايه اي اكتر حاجة بتحبها فيه. الموضوع ده عجبهم جدا، وبيبقى فيه برضو جوه بانر تكتب عليه اكتر حاجة بتسعدك ايه هي. الهدف الرئيسي ان شاء الله محطوط تارجت جهاز انفيوجن بامب. الانفيوجن بامب ده عبارة عن جهاز بتدخل بيه الادوية انترافينوس جوه، يعني لما بتحطها جوه العروق وكده، فده التارجت الرئيسي للايفنت ان شاء الله.